منذ أن جاء وقال كل واحد هيدفع الثمن، الخونة دول لازم يدفعوا الثمن. وقال كده سيد الرئيس في إحدى المرات، هشام الإرهاب ده احنا عايزينه عشان نعمل ايه؟ عشان نحاسبه. نعم هو موجود النهاردة في مصر، هيتحاسب. مين هو هذا الإرهابي الخطير، هذا الخاين، هذا الخسيس، هذا المجرم، هذا القاتل؟ هذا الإرهابي هو الإرهابي رقم 2 المطلوب في منطقة الشرق الأوسط. الإرهابي رقم 1 الإرهابي أبو بكر البغدادي، يأتي بعده الإرهابي هشام عشماوي. هشام عشماوي قاد التنظيم الإرهابي، هذا التنظيم نفذ 54 عملية إرهابية نوعية استهدفت القوات المسلحة واستهدفت الشرطة واستهدفت القضاء واستهدفت المدنيين. 54 عملية إرهابية نوعية اللي قام بها التنظيم الإرهابي، تنظيم بيت المقدس الذي كان أحد قياداته الرئيسية والمخطط الرئيسي له هذا الإرهابي الخطير هشام عشماوي، من سيناء شمال سيناء إلى تفجير مديرية أمن الدقهلية، تفجير مديرية أمن القاهرة، عمليات أخرى كثيرة، الفرافرة، الواحات، الكثير من هذه العمليات التي قادها هذا الإرهابي الخطير. عندما تتسلم مصر هذا الإرهابي، وهو كان رقم 1 على قائمة الإرهاب المطلوب لمصر، رقم 1 على رأس قائمة الإرهاب، تسلمت مصر هذا الإرهابي بالأمس وأصبح الآن في أيدي أمينة.